نفس درجة الخطورة، لأن الأنبار أو نينوى هي محافظات مهمة جدا ومجاورة إلى بقية المحافظة. يعني نلاحظ أنه العمليات دائما تتم سواء في ديالى أو في صلاح الدين أو في كركوك، وكل هذه طريقها أيضا عن طريق نينوى وعن طريق الأنبار. ومثل هذه التحركات لداعش، حقيقة داعش أحب أطمئن المشاهدين أنه فقد القوة اللي كان يتمتع بها في 2014 وما قبل 2014، وتقريبا تم القضاء على القوة الرئيسية في 2017، وأنهت 2017 انتهى وجود داعش كقوة مؤثرة وكبيرة جدا على الأراضي العراقية، ولكن بقايا وداعش تنظيم خيطي ممكن أنه يقوم بعمليات حقيقة غير التكتيك أو الاستراتيجية من خلال أنه القيام بمجاميع صغيرة تقوم عددها يتجاوز من 2 إلى 10. هذه المجاميع تتحرك، دعم اللوجستي يكون إليها سهل، اختفائها سهل، والقيام بعمليات اختيار الوقت والزمان الملائم والأسلحة الملائمة لتنفيذ عمليتها في بعض الأماكن اللي رخوة أمنيا، هاي تستطيع أن تقوم بذلك وتهرب. ولذلك لازم يكون هناك عمليات للقوات الأمنية العراقية وللجيش العراقي والشرطة الاتحادية، هذه العمليات أيضا تكون جرف وتفتيش واستطلاع و طب سيد جليل، تقوية سيد الجانب عبد الجليل الاستخباري يعني وجانب أنت تحدثت عن تفضل أسلوبين الآن يتم اتباعهم من قبل الجانب العراقي في حماية الحدود، تأمين الحدود مع سوريا اللي طولها 650 كيلومتر، خندق بيعرض 5 متر أعتقد ذكرته، وأيضا بناء جدار 3 متر، خندق بيعرض 3 متر وجدار كونكريتي. يعني رب سائل يسأل، ما الجدوى من الخندق ومن الجدار؟ يعني أنت تعلم أن الخنادق كعسكري، أنت تعلم أن الخنادق تعرقل العجلات ولا تعرقل الأفراد، أنت تعلم أن تكتيك داعش من ضمن تكتيك داعش هو حفر الأنفاق، وبالتالي ليس صعبا عليهم حفر نفق تحت الجدران الكونكريتية. إذن ما الجدوى من خندق وجدار كونكريتي ما لم يعززان بقوات تحمي وتراقب هذه المعرقلات؟ وإذا توفرت هذه القوات شكو حافر لي خندق وباني الجدار؟ ما هي القوات موجودة وينتهي الموضوع؟ أنت قلت الصواب، أنا أشكرك على هذا السؤال، ولكن أولا هذا الحاجز الكونكريتي أكيد بكاميرات حرارية تستطيع كشف تحرك العدو من مسافة، هاي وحدة. اثنين، الخندق المحفور هاي يمنع العجلات بالتقرب إلى هذا الحاجز الكونكريتي، لأنه 3 متر لا يمكن لأي عجلة تعبر هذه المسافة وتصل إلى الحائط الكونكريتي. إضافة لذلك تعرف أنه العنصر الأمني، البشر قابل للتعب، قابل للنعاس، قابل للنوم، قابل كذا، وهذه كلها عوامل قسم نتخذها تسمى سلبية، والإيجابية هي المراقبة الصحيحة من قبل أفراد الحدود، هم اللي مسؤولين عن مراقبة الحدود بيننا وبين سوريا. إضافة لذلك أيضا يكون هناك عمليات استطلاعية، يعني إحنا حسب ما القادة الأمنيين صرحوا أنه ممكن أنه تتم عملياتنا أيضا خارج حدودنا، وهذا بالاتفاق مع الجانب السوري. يعني إحنا أيضا يجب أن يكون هناك تعاون وثيق وتبادل معلومات بيننا وبين القوات الأمنية السورية وقوات سوريا الديمقراطية. هذا التعاون راح يثمر عن أنه ضبط الحدود بيننا وبينهم. غير ذلك لا يتم من جانب واحد اتخاذ خطوات والجانب الآخر لا يستطيع أن يتعاون معنا. ولذلك أنا يعني أقترح على القيادة سواء الحدود أو القيادة العسكرية أو العمليات المشتركة أن هناك يجب إنجاح التعاون بيننا وبين سوريا من هذه الناحية، والزيارات المستمرة لهذه المناطق. وحقيقة القائد العام للقوات المسلحة حسنا فعل هذا اليوم وضرب مثالا، أنه على القائد بمختلف على القادة بمختلف المستويات، سواء القائد العام للقوات المسلحة أو قيادة العمليات المشتركة أو قائد العمليات أو قائد الفرقة أو
آمر اللواء زيارة هذه المناطق الحدودية والاطلاع عليها وتلافي السلبيات وتلبية نعم. الحاجات التي تستطيع أن تلبي هذه الحاجة بضبط الحدود بيننا وبين سوريا طيب. أو السعودية.